حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فأرجوكم ابقوا معنا. شركة صابولة للأغذية هي إحدى شركات صابولة السعودية وصاحبة أكبر العلامات التجارية زي سمنة روابي وسمنة جنة. هنكون مع حضراتكم داخل خطوط الإنتاج عشان نتعرف على كيفية تصنيع المنتجات الغير مهدرجة. إحنا أحد كبار مصنعي الزيوت والسمنة في مصر وفي الوطن العربي، شركة في الأصل استثمار سعودي. احنا طبعا عندنا علامتين تجاريتين كبار في السوق المصري في السمنة، جنة وروابي. اللي بيميزنا ايه؟ ان احنا بنصنع السمنة بطريقة طبيعية، وده بيساعد على في الحفاظ على صحة المستهلك، وده يمكن حاجة احنا بنعملها ومركزين عليها من ساعة ما ابتدينا العمل في مجال السمنة يعني في مصر. مراحل الانتاج هنا بيبدا يعبي المنتج عند درجه حراره معينه، عند درجه حراره 50 54، بعدها بيترك المنتج ل 24 ساعه ل 48 ساعه، بيكون المنتج درجه حرارته وصلت لاقل من 30 درجه مئويه، اللي هي المرحله اللي عندها بيتكون الكريستال بتاعه المنتج. بعد هذه المرحله مباشره بندخل على مرحله التبريد الطبيعي، ان احنا بناخد المنتجات بتاعتنا في تبريد عند درجة حرارة تقريبا من 10 ل 12، بيكون المنتج عندها جاهز بعد فترة معينة من الوقت. احنا كل اللي يهمنا في السمن بطريقة طبيعية 100% ولا تحتوي على اي نوع من الهدرجة، حفاظا على صحة المستهلك بتاعنا، فصحة المستهلك اهم حاجة عندنا في المنتج بتاعنا. منتجات صابولة بتضمن صحة وسلامة المستهلك عشان بتتبع أسلوب التبريد الطبيعي، وبتخضع لإشراف الهيئات المختصة، وده طبعا بيتكتب على كل منتجاتنا زي سمنة جنة وسمنة روابي. محمد سعد، مساء بيمسي.